لكل السادة المستمعين عبر الموجة 91 FM وعبر شاشة قناة النيل الأزرق، نطالع العناوين الرئيسة اللي صدرت اليوم في الصحف السودانية. نبتديها بصحيفة السودان الدولية. اتفاق البرهان حمدوك يهوز أركان تحالف قحط وتوقعات بمفاصلة وشيكة. حمدوك: لن أسمح بالتدخل في الجهاز التنفيذي، ولو شعرت بذلك سأتخارج. أيضا من صحيفة السودان الدولية: مريم المهدي تكشف تفاصيل اجتماع ساخن بمنزل برمناصر. وزير المالية يحفي شركة بترول من مبلغ ضخم. طيب، صحيفة الوطن: حمدوك يوجه بتأمين المواكب وإيقاف التعيينات وإطلاق سراح المعتقلين. البرهان يحدد موعد مغادرته للسلطة والخدمة العسكرية. المالية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية. صحيفة التيار: التيار تنشر معلومات دقيقة حول اجتماع المركزي وحمدوك. مفاصلة وشيكة في ائتلاف الحرية والتغيير. رئيس الوزراء يوجه الشرطة بتأمين تظاهرات اليوم. الحزب الشيوعي يغيد بلاغا في مواجهة التوم هجو. صحيفة أخبار اليوم: أخبار اليوم تشهد وترصد وقائع مؤتمر صحفي للشيوعي والحزب يعلن عن خارطة طريقه للانتقالية. الطاقة: 5400 طن من الغاز سيتم توزيعها على العاصمة والولايات. صحيفة الوفاق: حميدتي الاتفاق السياسي سيسهم في استكمال المسار الديمقراطي. الإعلان عن وصول 5 بواخر محملة بالوقود إلى بور سودان. صحيفة اليوم التالي: بسبب كورونا مطالب رسمية بإعادة النظر في اليوم الدراسي. الشيوعي: الإعلان السياسي الهدف منه إشراك الحركة الإسلامية. صحيفة الجريدة: رئيس الوزراء: الشارع محبط والاتفاق يسمح باستعادة أجندة التحول الديمقراطي. صحيفة الانتباه: الأمة القومي خلل في اتفاق البرهان وحمدوك. يمكن دي بشكل عام العناوين الرئيسة اللي صدرت اليوم في الصحافة والصحف السودانية.